ماشي السبب. نعم. بتقوم لا 5 دقائق. يلا وحش بص. طبعا احنا عرفنا ازاي بنحل الكومبرينشن باسجز او قطع الفهم دي. انا طالب منك، هطلب منك ان انت هتقرا وتسجل لي، بس هاخد واحده منهم او اتنين، هدي لك بتاعه ايه انا اللي سواني اهو. ده عباره عن letter، خطاب كاتباه اسماء لصاحبتها سماح، بتقول لها ايه؟ Dear سماح، when you moved away، لما انت عزلتي، كلمه move away يعني ايه؟ يعزل. When you moved away I was sad، انا كنت حزينه. I miss you very much. بص بقول ازاي very، ال ER. I miss you very much. Do you miss me? Do you? بص بقول ازاي do. Do you miss me? قول كده. Do you miss me? Do you miss me? هل انا وحشتك؟ Last Sunday، الحد اللي فات، I went to ما بقولش I went to. I went to our old friend هبه's house، رحت بيت صاحبتنا هبه for dinner، كنت معزومة على العشاء. She showed me some old photos، وريتني شوية صور of our kindergarten class، لفصلنا في الحضانة. She reminded me of some interesting actions، she reminded me يعني هي فكرتني ببعض الايه interesting actions، يعني الحاجات الافعال الشيقة اللي كنا بنعملها. We could do when we were little، اللي كنا بنعملها لما كنا صغيرين. Do you remember، هل انت فاكرة؟ Do you remember what you could، بص بقول what do you remember what you could do، هل انت فاكرة اللي كنت بتقدري تعمليه when you were little، لما كنت صغيرة. You could build huge sand castles، كنت بتقدري تبني قلاع رملية ضخمة. Remember، فاكرة. Do you like New York هل انت بتحبي مدينة نيويورك. Are you making a lot of friends هل انت بتكوني صداقات كتير. Your friend أسماء، صاحبتك أسماء. أنا هقراها لوحدي بقى، ده اللي أنا طالبه منك، تسمعه كويس، تسمعه مرة واتنين في الفيديو، وبعدين تسجله وتبعتهولي. Dear سماء، when you moved away I was sad، I miss you very much. Do you miss me? Last Sunday، بص التي اللي في الآخر دي بناكلها، تقولش last Sunday، قول last Sunday. Last Sunday I went to اخد تي واحد. I went to our مش ما تقولش our واضحه، تقول our. I went to our old friend هبه's house for dinner سريعه مش for dinner. She showed me some old photos of our kindergarten class. She showed me some old photos of our kindergarten class. She reminded me, I'm an orchid. She reminded me of some interesting actions. Most interesting. ضم الER كده، ضم بقك فيها. She reminded me of some interesting actions we could do when we were little. Do you remember what you could do when you were little? You could build huge sand castles. Remember? Do you like New York? Are you making a lot of friends? Your friend Asma. هتجاوب لي كمان غير اللي انت تسجل دي عشان الريدنج بتاعك يبقى حلو. هتجاوب لي الأسئلة بتاعتها بتاعت القطعة دي، وهتقرأ أول 3 بقى، أول
ثلاث قطع تقراهم وتحلهم. وهنكمل مع بعض المرة الجاية كده. لو قدرت تحل أكتر يبقى كويس، بس أهم حاجة تحل لي ثلاثة بعد ما تقراهم وتسجل لي اللي أنا قريتها لك دي بالذات. أوكي؟ أوكي؟ أوكي. لو ما سجلتش بقى يبقى أنت كده بتستبعد نفسك من مسابقة الموبايل. أنت حر ما لم تخر. When we finish, we always say goodbye.